أعزائي المشاهدين، بعد المراج الفيديو ديال السيدة اللي لقاوها في قفص عريانة، سيدة اللي طرحت علامات استفهام واش هي إنسان ولا حيوان. اليوم ملي راج هذاك الفيديو خرجوا بعض المنابر كيكذبوا الخبر، وأن القصة عبارة عن سيناريو ملفق. معنا اليوم واحد السيد اللي بان في بعض الفيديوهات منهار من البكاء من اللي شاف ذاك المنظر، ولا زال غادي نسمعوا الشهاده ديالو، وهو من ولاد الدوار. الشريف، نعم، قول لي ملي مشيتي مع دوك الناس عاود لي كيفاش تمشيتو، كيفاش لقيتو ديك السيده؟ مشينا الله يجازيك بخير، مرحبا بكم يا اخوان. مشينا عند ديك مع داك السيد، عند ديك السيده لقيناها عريانه في الكوري ديال الكسيبه، عريانه مسكينه. انا صدمت، باغي نموت. انا صدمت، هاد السيده مسكين انا شاهد عليها شحال من سنه، 4 سنين 5 سنين هي كتغوت في ديك البيت. انا كنجاهل داك الاخ، تنمشي عند الاخ داك بكي داك البنت، وهو مسكين بغاو يقتلوه دوك جوج خوتو. دوك هذاك الاخ ديالها، ذاك الاخ ديال ذاك خوتو، هما نيت وخوته بغاو يقتلوا ذاك السيد. وهادشي كله علاش؟ كيبكي عليا، قال لك على حسب الحسد بغاو يخرجوه من تما، على حسب الورث بغاو يديو كل شيء. جراو عليه على خوهم محمد قدام هاد السيد هذا. جراو على شي خوهم اخر كبير فيهم، جراو عليه داو ليه البلاد، فابوا عمدا متعمدا ظلما وعدوا لهاد السيد هذا مسكين. واحد الظلم. دابا كاينين الناس خرجوا تيقولوا ان هذاك الفيديو مفبراك، وان الناس اللي مشاو هما اللي عراوها. واش هادشي بصح؟ دعيناهم لله، دعيناهم لله، دوك الناس دعيناهم لله. انا صدمت ملي شفت ديك البنت، انا صدمت، انا باغي نموت. بقى فيا الحال، واش هادو مسلمين عباد الله؟ واش هادو مسلمين؟ دابا هو رد الشكر لقدام، تيرشي في كروش الحرام، وشدوه هو باقيين هما. دابا شوف اش دايرين معاهم. دابا واش هذا ماشي الظلم يا عباد الله؟ واخا شريف، واخا الله يرحمه. معنا شاهد ثاني اللي غنشوفوا منه تا هو واش غياكد لينا ان هذا الشيء قديم او لا. هاد الشيء تقريبا شي 20 سنه هي رابطينها تماك في هذاك الكوري ديال البقر، تتغوت كل نهار، تيجي المقدم تيعطيوه الفلوس ويعطيوه الزيت ويدي للقايد. هذاك خوهم تيقول لهم اوداش هاد الشيء، تيجي المقدم تيقول للمقدم اجي تشوف هاد السيده اش داروا ليها، تيعطيوه الزيت ويعطيوه الفلوس ويمشي ويعطي للقايد. هاد الشيء اللي كاين هو هذا، 20 سنه هي راه مربوطه تماك تتغوت. كنتي حاضر؟ اللهم ان هذا منكر. كنتي حاضر ذاك النهار؟ كنت حاضر، كنت حاضر معاهم. فاش عاود لي المنظر كيفاش لقيتوه؟ لقيناها راها سادين عليها وسط سميتو الكوري ديال البقر، دايرين ليها الباب ديال الشبيك، وعريانه بحال هذاك النهار فاش زادت، ومشبره بحال ما هكا في الباب، هاو تتقولها بحال ما هكا. واني دعيناهم الله. هادشي اللي كاين اعزائي المشاهدين، ما يمكنش نزيدوا على هادشي، ولكن غنخليوكم مع هاد المشاهد اللي غتشوفوا معنا، اللي كتاكد ان هاد الناس جاو على غفله، جاو مع الصحافه، جاو مع الكاميرات، مع زملاء نزاع، حضروا معاهم وصوروا الواقع المرير اللي كانت كتعيشه ديك السيده، واكدوا بالملموس بالتصوير بالفيديو ان هذاك الشيء ماشي سيناريو، وراه كل شيء شاف انهيار ديال هذا الراجل في هذيك اللحظه. أعزائي المشاهدين، اللي غادي نقول وهي رسالة لبعض المنابر الإعلامية، اتقوا الله، اتقوا الله في الرسالة ديالكم. فالصحافة فهي مهلة نبيلة، خصك تنقل الواقع ديال المواطن بدون تزييف الحقائق. ما عنديش ما نزيد على هذا الشيء، خليكم مع هذه المشاهد اللي كيأكدوا القصة الحقيقية، وغادي تبقاو معنا، غادي نجيو في فيديو آخر وغنشوفوا الشاهد عيان الأخ ديالها شنو غيحكي لينا المشاهد الصادمة اللي غتصدم المغاربة ديال بصح.